تعلى الفاسي فيما يتعلق بحدود المغرب او بالخريطه اللي كان خصها تكون المغرب معروفه بالو، وهي الخريطه التاريخيه. حنا حدودنا كانت تمتد حتى تديكلت من الجهه الشرقيه، وحتى الواد السنغال من الناحيه الجنوبيه حيث فيها الصحراء وفيها موريتانيا الى اخره. سي علال فيما يتعلق قابل باش هذا الشيء يكون بالتدريج، ولكن ما قابل شيء انه يسلموا فيه الناس في هذا الوقت. تبعتوا وغادي نقولها لكم بجوج دقائق مفاوضات اكس ليبان، راه مازال المؤرخين المغاربه ما رجعولاش كثير، لان خصوصا ان الافواه مكمومه، ممنوع اللي يهضر في التاريخ، والتاريخ راه مهم بالنسبه الينا لاننا نستفيد منه. هذه المفاوضات اريد لها ان تكون مفاوضات من اجل فريق واحد وليس للمغاربه ككل، ولهذا قبل ما ناخذوا الاستقلال ديالنا اللي كان عندنا فيه خلاف، راه مازال ما استقلنا، لا زلنا ولا زالت اراضينا مغتصبه، وحتى الشعب المغربي لا زال مغتصبا حتى هو. اليوم تنشوفوا ان القضيه الوطنيه مع كامل الاسف اصبحت مهدده. اليوم تنقراو تنسمعوا عبر الاخبار ان ما يحدث اليوم في القرقراس يعني خطير جدا، وان البوليزاريو اصبح الان في المحيط الاطلسي، وان هناك اتفاق بين موريتانيا والجزائر والبوليزاريو باش يديروا واحد الخط فاصل ما بين المغرب وما بين افريقيا، في الوقت اللي المغرب اليوم تيدافع باش يولي الاتحاد الافريقي. وان يعني التلفزيون الرسمي وبعض الجرائد اللي هي ابواق اللي تظن انه انتصار المغرب، اليوم لا، اليوم خصنا الحقائق نقولوها للناس ونقراو عاود اش تقول الموندو، اش تقول الصحافه الاوروبيه. اليوم في القرار ان الاقاليم الجنوبيه اللي هي ارض مغربيه محضه اليوم ما دخلاش في الاتفاقيه ديال الصيد البحري وديال الفلاحه، يعني واحد المسائل من ماشي نبقاو نروجوا للمغاربه شي حوايج، لا، المغاربه خصهم يعرفوا كل شيء. اكبر عدو عندنا والله ما الفقر، والله ما الجهل، والله ما الاميه، الخوف. كان الارزاق تقطع الى درت اضراب، كان راسي غيتقطع الى خديت موقف. هذا هو مشكلتنا. راجل تتلقاه واقف راجل، ام قدم تيدوخو شيخ تيدوخو، ولا خديتي شي قرار تيبقى بنادم هنا عندنا بعد شي وحدين في القاعه او ويلو مالو على هذا الشيء، راه غيقتلوه، راه صافي ولادو مشاو، يا خويا ولادي وكل شيء في يد الله. اسبانيا بقات 10 شهور لانها فيها احزاب ديمقراطيه مسؤوله امام الشعب والمنخرطين ديالها، ما تيوجهها حتى تيليكوموند، ما عندهمش تراكتور. حنا التراكتور كان بالطاقه الشمسيه الموتور ديالو، شويه بدا بطاقه مشبوهه ما عنديناش نقولها شنو هي، اليوم جابوه بالغاز عاود. اسبانيا دوله منظمه، اداره منظمه. اسبانيا احزاب ديالها اللي بقاو تيتنافسوا فيما بينهم. اسبانيا دستورها ماشي هو دستورنا. الملك يسود ولا يحكم اسبانيا، لكن حنا لا، حنا عندنا المؤسسه الملكيه، رئيس الدوله عنده كلمته في تشكيل الحكومة وكذلك حتى في اختيار الأشخاص. هذا المنطق، لأن النهار اللي خرج حزب الاستقلال تصريح ديال السي بن كيران قال أن السي فؤاد علي الهمة ساعدني لترميم الحكومة. وكذلك لما دخلنا احنا في 2012 كنا قررنا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اننا غادي نطفيو التليفونات الى ما كانش وزاره التجهيز وبعض الوزارات المهمه ما داخلينش. فاذا به تيجي السي فؤاد علي الهمه والمرحومه زليخه الناصري الى منزل الامين العام وعطاوها اللائحه وكانوا هما الوزراء، ودخل حزب استقلال للحكومه. راضينا ام لا، المهم دخل حزب استقلال للحكومه. تجي بعض الجرائد اليوم وبما فيها كما قلت لكم الجرائد الإفريقية والدولية أن حميد صباط هو العرقلة الحكومة. أو حميد صباط واش هو اللي مكلف بتشكيل الحكومة؟ أش هذا حميد صباط معرقل؟
الله اكبر. فاش خرجنا من الحكومه ما كناش معرقلين، ولكن يقرر الحزب انه يدخل للحكومه، راح حزب الاستقلال خصو يزول باش تكون الحكومه. علاش الخوص؟ باش التراكتور يبقى في الحكومه. والمعركه مع التراكتور بدات في الجنوب الخوص اكديميزيك. كانت حرب اولا على حزب الاستقلال في الجنوب لتنحيته وتصفيته، راه تنخسروا بزاف ديال النقاط فيها. باش نكونوا واضحين وواقعيين، بير الحلو اللي كان منطقه عازله فيها تدفن محمد بن عبد العزيز المراكش، فيها هما قربوا لنا شي اللي خصهم يعرفوا الناس. ولذا الاخوان اللي مبلوكي الحكومه راه معروف، ولكن غير تيزيد في الطين بالله، تيزيد في الطين بالله. هادشي سير اللي يحل المشكل. مشكل اما الحكومه تكون برئاسه رئيس الحكومه الحالي، اما العوده الى انتخابات سابقه لاوانها كتكون في مارس او افريل.